كانت البطولة هذه يعني جد محكمة في التنظيم، ونشكر كل القائمين على هذا التنظيم اللي كان محكم. ونظن أن الرياضة الجامعية لما تبعث راح تخلق نشاط حيوي جديد في الحياة العامة للطلبة، وهذا ما ينشط حتى على المستوى البيداغوجي والعلمي، ويعطي دفعة جديدة للحياة الجامعة بكل. أدينا اليوم البطولة on mérite, on a travaillé déjà, on a travaillé beaucoup. Alors c'était très difficile. يعطيهم صحة les équipes كامل، ونعطيه صحة الانترينور الخدمات الجامعة كاملة الهضاب 2. هذا يدخل في إطار البرنامج الوطني المسطر من طرف الوصاية في مجال الرياضة. تتشرف مديرية الخدمات نظام الصيف بالتنسيق مع المدينة الجامعية نظام الصيف بنين باحتضان البطولة الجهوية في كرة السلة وكرة الطائرة من 2 مارس إلى 5. الفرق المشاركة 10 فرق في 19 فريق تقريبا، وهذه البطولة جرت في ظروف جد حسنة من حيث التنظيم، من حيث الاستقبال، من حيث الروح الرياضية، وكل الوفود المشاركة كانت مرتاحة من حيث الإقامة ومن حيث الإطعام ومن حيث. إذا نتمنى أن تتكرر مثل هذه التظاهرات في المستقبل لإحياء الرياضة الجامعية. فزنا والحمد لله بطولة الجهوية الكرة الطائرة، وإن شاء الله نطالعين ناسيونال الحمد لله يا ربي. خدمنا جهد وتعبنا، وربي قدرنا الجهد تاعنا وربحنا. إن شاء الله نكملوا هكذا حتى للناسيونال ونديوها ثاني إحنا إن شاء الله.